قصة رئيسية ومهمة في هذه الحلقة عرضنا لكم بالأمس في الخميس، قصة مؤثرة للفتاة الأفغانية عائشة محمد، والتي تعرضت لعقاب جسدي لا يستطيع أي شخص أن يتصور أن يكون زوجها وعائلته بهذه القساوة علا. ليش؟ لأنهم قاموا بقطع أنفها وأذنيها وتركوها تسبح بالدماء، إلا أنها قطعت رحلة طويلة أوصلتها في النهاية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن التفاصيل مع زميلتنا مراسلة واشنطن، طبعا زميلة نادية البلبيسي، نتابع هذه التفاصيل. لقد حرصنا على أن تحصل على اللجوء السياسي حتى لا تضطر للعودة إلا إذا أرادت طبعا، وحرصنا أيضا على أن تحصل على التدريبات اللازمة في الإنجليزية حتى تتحدث بطلاقة وحتى تكون منتجة في هذا البلد. وبعد ذلك سعينا للحصول على المساعدة الطبية لها، فأنا عندما أفكر فيها أرى أنها تصنف كضحيات حرب، وهذا ما كان ليحدث إذا ما كنا هناك في أفغانستان، ولذلك نحن نتحمل جزءا من المسؤولية. تذكرت أنني رأيت لجنة الخدمات العسكرية، وكان لدينا العديد من الشباب والشابات الذين عادوا بتشوهات في وجوههم نتيجة التعرض للعبوات الناسفة وغيرها، وقلت يا إلهي، هؤلاء الناس تتوفر لديهم القدرة وباستطاعتهم إعادة بناء أنفها وأذنيها، ولكنها لا تحتاج للأخيرة، فلديها شعر أسود جميل ولا تستطيع أبدا أن تلاحظ أنها ليس لديها أذنين. لذلك ذهبنا إلى مستشفى وولتر ريد وسألناهم إذا ما كان بإمكانهم إجراء العملية، وكم كنت سعيدا أنهم اتفقوا معي على أنه يجب علينا إجراء العملية.